ازيكم عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة محمود جاي يقعد معايا، فانا هعمل فيه مقلب. هيجي هيلاقيني شبه شيتا كده، هيلاقيني لابسه زبالة وهبوظ وشي وهبوظ كل حاجة. طبعا تابعوا الفيديو للاخر وشوفوا هو هيتصدم ورد فعله هيبقى ايه، واكيد وشي هيضحك عليا هيلعب بيا. فاستنوا بقى وكملوا معايا الفيديو للاخر. بخ. طبعا يا جماعه ما حدش يحسدني طبعا على جمالي، كل اللي يشوفني يقول لي بسم الله ما شاء الله، ما تنسوهاش بالله عليكم، عشان خاطر انا ممكن اتحسد بسرعه على اللوك الجميل اللي انا عامله ده. هو انا اكيد محمود هيعجب بشكلي جدا، يعني صح يا جماعه؟ شايفين شكلي جميل ازاي؟ اكيد اكيد هيعجب بيا. طبعا يا جماعه شوفوا رد فعله، لان انا نفسي مش متوقعه شكلي اصلا كده. يعني انا بقيت والله العظيم شبه الاراجوز جدا. يعني استنوا بقى شوف هيقول لي ايه. اهو يا جماعه هو دلوقتي طالع على السلم، واكيد هيشوفني بالمنظر القمر دوت. انا مستنيه لما افتح له بقى اشوف هيقول لي ايه. خش يا حوده. يا ابني انت واقف على باب الناس، خش. انت منزهل من جمالي صح؟ انا عارفه ان انا حلوه، ما بحبش اشكر في نفسي كتير اصلا. هو بس كده الله يبارك لي. تعالي يا ماما اقعدي معانا. انت كمان مبسوطه بشكلي ليه يا ماما؟ عشان جميل؟ شكلي حلو. انا عارفه ان انا عمر اللوك ده. هو بس كده بس طلع يا ابني. استنى بخدم بس استنى. اللوك ده انا عايزه اعمله، عارف امتى؟ لما نتجوز ويجي لنا حد. ايه رايك؟ في جواز؟ مش هنتجوز يا محمد، ايه هنفضل وقت بيت؟ ما اجلوها. شفتي سبحان الله. اجلها يا سارة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. طب ايه؟ ايه ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ لا ساعة. طب بقالي ساعة واقفة عمال اتزوق لك. تتزوقي لي؟ اه. انت ما بتفتحيش تلفزيونات ولا ايه؟ ما هو انا فتحت ده اللوك ده، لقيت موديل عاملاه ورابطه طرحه كده، وبقول لك ايه كانت تحفه عليها. ما تنزلش الشارع ولا بس. ايه رايك في خط الملكه نيفرتيتي؟ فين ده؟ اه اهو الصحبه دي والصحبه دي، اقسم بالله قعدت فيها نص ساعه. اه ايوه. انت منزعل صح؟ ايوه عاجباك انا صح؟ لا جدا صح يا ماما. حلوه جميل اصلا. لا انا عملت وايه اللي جميله؟ ايوه جميله طبعا. ده عاجبه جنة ايه؟ هو ياما الله يبارك لك. يا ابني في ايه؟ اجله الجواز سنه. لا لا ما اجلوش حاجه، ما اجلوش حاجه. هو زي القمر. بص العبايه عامله زي الفستان من تحت ازاي؟ شايف؟ شايف ولا الشغل اللي عليها ده؟ انت عارف الشغل ده تمام كام؟ ما اعرفش اسالك. حلو اللقب الجديد اللي هقوله. ايه؟ سعدية الخدامة. لا مش حلوة. جيب حاجة أزبل. شكلها جميل. أزبل؟ هو الصراحة اه عايزة أكبر من كده. لا شكلها جميل جدا. عجباني. أنت مستنية مني إيه يا بت؟ أنا مش هقعد دقيقة كده. طب إيه؟ ماما يا ماما حلوة يا ماما. عسل. ماما يا ماما بتقول عسل، يعني ماما هتخليني وحشة؟ مثلا. بس انت عارف، انت عارفه يا ماما الرشق لازم ينزل سنه، يعني هو ما نزلش قوي. اه مش ملاحظه؟ اه وحواجبي البنت كانت متقله حواجبها، لان حواجبي ديت احلى حاجه فيا دلوقتي. لازم ابوظها عشان تبقى احلى. هو في احلى من كده على فكره صح؟ بجد؟ يعني انا وحشه؟ لا خالص. بجد يا ماما. الجمال ده بجد؟ افتحي الباب عايز امشي. بابا ايه؟ مفيش مشيان النهارده. مفيش مشيان؟ مفيش مشيان. ما تاخديني جنبك يا ماما. تليفونك بيرن يا ماما. ماشي. انت خايفه مني؟ لا لا لا. من بعيد طيب. من بعيد. ماما ايه تعملي كده وانت عروسه؟ طب من بعيد. طب ايه رايك في دلاجيل العبايه دي؟ اه جميلة. وايه رايك في الدلاجيل اللي لنا دي برضه؟ جميلة. ماشي. انت ايه بقى عايزه مني انت؟ انا مش عايزه حاجه لله يعني.
اه مش قالوا لي في الشغل صح ان انت هتسافر بره مصر؟ بره مصر هو مفيش سفر اصلا؟ لا بره مصر اللي هو بره القاهره يعني. لا مفيش الكلام ده. قالوا لي وهتقعد بتاع سنه. ايوه مش عارف اجيلك. انت مش عايز تجيلي بقى. ايوه قول لي. طب استنى بس ايه رايك في الاحمر اللي خدي بالك صح؟ ايه؟ ده مانعين كمان ان انا اشيل الدبل والحاجات دي و... اقول لك سيبها لخطيبتك قبل ما تيجي؟ مش سيبها. هخلع يعني الحاجات دي بقى وبتاع و... محمود الا الدبله يا محمود. الا الدبله اه. معلش. معلش سامحيني. لا انت عايز تسيبني صح؟ اسيبني؟ انت عايز تسيبني؟ انت تتسابي؟ انت ما تتسابيش. انت اللي زي كده ما يتسابش. امال يتطلق على طول ليه؟ لا 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 مفيش الكلام ده خالص. يا عمي استهدي بالله حتة قمر. الله أكبر عليك. مش هتحسدني. هو انت بس الأول المراية اللي جوه نصها اللي فوق مكسور ولا اللي تحت شغال؟ إيه فاهميني كده؟ حضور الله عليك. تعيطي ليه؟ عشان حاسه ان انت بتتريق. هو ده احلى ما عندك؟ اه طبعا. انت مش معجب؟ معجب بمين؟ بيا؟ اه المهم السفر زي ما قلت لك وهمشي و خدي بالك بس. والتليفون التليفون نسيت اقول لك عليه. لا انت فاكر ان انت بتسيبني بالطريقه. انا هتسيب انا هتسيب ده كله عشان قلت لك كده. ما انا كده اغسل وشي احسن. اغسلي وشك ايه؟ الله مش هجرب اعمل ميك اب تاني. انا غلطانه اللي كنت عايزه افرحك. فرحيني؟ اه فرحني. انا غلطانه. خيري بتعمل شعر عن طلق. اهي جنة قالت لك ندى شكلها جميل جدا. انت اللي ما بتفهمش حاجه في حاجات البنات اصلا. صح؟ والله انت احول. انت احول؟ انا احول فعلا. ما تقولها شكلها جميل زي الجنة. قولي زي القمر. اقولها شكلها جميل؟ اه زي الجنة. بذمتك انت مقتنعه؟ طيبي بقول لك ايه كله حلو يعني. انا بص ايوه انا جامده. شايف هنا الرز مرسومين حلو ازاي؟ ده جميل. ولا الخطوط يعني الخطوط تحفه. لا جميله. انت ما رديتيش عليا. تعالى ننزل نجيب حاجه. تعالى ننزل نجيب حاجه. ننزل فين؟ ننزل معايا. مفيش نزول. وانا انزل معايا. وربنا ما انا ناس. وانا انزل لوحدي. تعالى ننزل انا وانت سوا. حته امك هات فلوس نجيب حاجه. يلا هات فلوس نجيب حاجه. هات فلوس نجيب حاجه. حتى انا لسه شايفه تعالى كده. اه اوعى. اه حاسه هتقع. مش عايز ننزل نجيب حاجه. هو بس والله بارك لك يا بنات. هنزل معاك. انت كنت تمشي معايا في الشارع يا بنتي. الناس هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابليس جه. انا مستعده هلبس الشبشب وابو ورده ده. مين دي؟ مين دي؟ خدامه جديده؟ عفيفه. عبده ومحمد جابوا لكم خدامين صح؟ صح؟ ما افتحش. الشيخه ده كلام فاضي. اقعد اقعد. استني كده ما نشوف. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ايدي والله العظيم. ايدي التانية. ايدي خبطتني جامد. انت بتزق بعشم ليه؟ يلا ننزل نجيب حاجة. ننزل معايا. عايزة اجيب كاراتيه ولا شيبسي ولا اي حاجة. هما مش هيجوا ناحيتك. ده يمسكوني انا. يمسكوني انا والله. عشان انا حلوة. هيمسكوك يضربوك عشان ياخدوني. ايوه عشان انت المفروض تبقي مركونه في مكان اثري. دي شغل انفرتيتي ده. ايوه ولعباها نفسك على انفرتيتي لايقه على الطقم وعلى اللوك. العيال قالوا لي ان انت خدامه. عجبتك صح؟ عجبتك. في خدامه قمر كده. ده شبه القمر الملكات والناس الامارات والحاجات دي. انت البس بس البرنيطه اللي على دماغك دي هتبقى الملك بتاعي. دي؟ لا البتاع اللي هم بيلبسوها ديت اللي هي تاج الامير ده. انا مش مستوعب نفسي اصلا. انت دايخ ليه؟ انت دايخ صح؟ انت انا حاسس ان عيني فيها حاجه. انا كده ما بجيش. هي شكلها جميل. هي عجبك؟ انا عجبك؟ ايه رايك اروح لماما كده دلوقتي؟ ماما مين؟ ماما فاطمه. ماما فاطمه. هتشوفها تتصدم معاك. وانت بتقربي مني ليه؟ ما تكلميني من بعيد. تكلميني من بعيد. انا ما بعدش. والله هعيط. روحي طيب. عشان انا بعدت. ماشي. انت زعلانه؟ انا مرحبا. قبل ما اعرف شكلها جميل. هو انا ينفع اطلع الموبايل اخد سيلفي؟ يلا يلا والنبي يلا خد سيلفي معايا. معلش. يلا والنبي يلا والنبي يلا. بس ايدي بس. لا يلا طيب. بس انا عشان اعمل جوز البطل. ده جوز تمثال. قوم بس ناخد السيلفي عشان السيلفي واحنا واقفين بتبقى حلوه. قوم يلا افتح السيلفي. هو ايه؟ طب يلا افتح. من بعيد بس وحاطط امك شويه. يلا
هتقرب قوي من عند عين اهو. ايوه يلا. ما حدش يبص لها بالليل. صوره كمان، صوره كمان، صوره كمان عشان انزلها على الانستجرام عندي. خش معايا فيها، خش معايا فيها وخليك حلو فيها اهو. $50 انا فرحان ان انا جيت لكم. لو كشفت مني حته جميل اعمل لك زيه بجد. عجبني جدا. تعمل لك زيه اكيد. طبعا بقى بص يا محمود، الصوره دي تنزلها على الانستجرام وقول لي الناس تابعوا الفيديو بتاع بكره. فيديو؟ اه. فيديو ايه؟ اللي انا بصوره دلوقتي. فين؟ يعني كل ده هيصة؟ اه طبعا، يعني انا هقعد كده يعني انا مكسوفة من نفسي. انت عايز تسيبني اسمع منك كده؟ عايز تسيبني؟ ده مش الواقع بتاعي؟ لا مش الواقع طبعا. من امتى وانا ببقى كده؟ من امتى وانا ببقى كده؟ اسيب مين؟ كده. اسيب مين؟ استنى والله العظيم ده فيديو هدوره على اليوتيوب. فين طيب؟ استنى اوريك. اهي اهي الكاميرا اهي. تعال اقرب بس، استنى اقرب لهم باللوك بتاعي. يا جدعان البت دي انا عارف ربنا هيعمل فيها ايه. هيعمل فيها ايه؟ والله العظيم انا قمر. ده منظر؟ انا قمر. يا بنتي البشر بيبقوا كده كده. ايه ده؟ استنى يا جماعه، انتوا اكيد معجبين باللوك اللي انا عاملاه وانا وريته لكم. جدا. صح يا جماعه، والله العظيم انا عامله مقلب فيه بس شكله ده كان قرفان مني. لسه قمر. دي شكلها جميل جدا. اي جنة شكلها جميل. قلبي يعني انا لسه هفضل لابس الدبله دي؟ محمود خلاص قلت لك مقلب امسح ده كله ارجع طبيعيه زي الاول. طب والنبي كده وريهم كده الشكل الاولاني. طب اي حاجه اه افتح هم الناس هينسوكي. لا لا افتح الفيديو بالاول وهتلويني عدله جدا والله. يا محمود خلاص الله يغسل ده كله، يغسل ده كله. بس المقلب حلوه وعجبك؟ اه جميل بجد. وحياة ربنا جامد بجد. واللوك عجبك؟ اقسم بالله جامد ده. انا واللوك. طب وطريقتي في الكلام وانا بكلمك؟ ربنا يسامحك. انت صدقت اني مقلب ولا ايه؟ انت افتكرت وشك وقال ان في حاجه غلط. عندي حواء حساسيه. بص والله العظيم في بنات بتمشي حمرا كده. اقسم بالله في بنات بتمشي حمرا. حبيتي تنتحر قعدت تهبدي بدماغك في الحيطه. مش طبعا طبعا يا جماعه يا ريت الفيديو يكون عجبكم. يعني انا بفكر انزل الفيديو ده في قناه محمود عشان محمود الناس كلها تلغي الاشتراك من عنده. روحي بقى. يلا يلا فين؟ قول لهم باي. شكرا. باي باي يا جماعه بقى. يا جدعان بيغسلوا وش اي بنت رايحين تتقدموا لها. منظر قدامكم اهو. يلا باي. باي. باي.